ضيفنا العزيز السيد الوزير دكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال. وأنا آسف قلت في الأول وزير دولة ووزير قطاع أعمال. أهلا وسهلا سيادة الوزير. مقل سيادة الوزير أنت في الظهور. بنشتغل وبعدين يطلع نتائج وتبقى في حاجة الواحد يتكلم عليها. إنما يعني الظهور المتكرر دون وجود نتائج أو دون وجود حدث يحتاج إن الواحد يتكلم عنه بيتهيألي يعني بيبقى ظهور إعلامي بس دون. إنما لما يبقى فيه نتائج, لما يبقى فيه أرقام اتحققت, فيه مشروعات للتطوير, تحتاج الواحد يطلع ويقولها. لأن ده مش أداء الوزارة فقط, ده إحنا كجزء من الحكومة, فده بينسب للحكومة بصفة عامة. طيب خلينا ابتدي بسؤال ساذج. يعني حضرتك من الوزارات اللي محدش لا بتشتبك مع الناس, ولا الناس زعلانه منك, ولا الناس بتهاجمك, ولا ماسك وزارة خدمية مباشرة, لكن ماسك وزارة اللي يفهم يفهم انها وزارة مهمة جدا. ممكن نشرح للناس يعني ايه قطاع اعمال؟ فعندنا وزارة لهذا القطاع. شوف, هي اهم سؤال ده مش سؤال ساذج. اول مشكلة واجهتني ودي اللي قلتها من الاول, ان دي نقطة يعني مهمة قوي, ان الناس بقت تتعامل مع شركات قطاع الاعمال العام اللي تعاملت بهدف انها تبقى شركات هادفة للربح, تحقق نتائج وعائد اقتصادي على استثمارات الدولة اللي مملوكة في هذه الشركات. الناس بقت تتعامل معها كجهاز اداري للدولة, زيها زي اي مصلحة. نعم. فحد عايز يعين حد يقول لك وديه في ايه؟ في شركة. قانون قطاع الاعمال العام ده نقلة كانت نوعية سنة 91 لما اتعمل, انه حول الشركات اللي كان اسمها قطاع عام الى شركات هادفة للربح. في المذكرة التفسيرية بتاعته والإضاحية بتاعته بيقول الكلام ده. عندي مادة 7 من مواد اصدار القانون بتقول لا يجوز تحميل هذه الشركات باي اعباء او اعطائها مزايا تخل بينها وبين الشركات المساهمة العادية. دي شركة مساهمة زيها زي اي شركة عادية, مفروض انها هادفة للربح, مفروض ان انا احقق ارباح تقول للخزانة العامة في الاخر. تحولت الدنيا تدريجيا في مراحل مختلفة كتيرة, ان بدل ما بندير استثمارات الدولة ونحقق عليها عائد, ان كانت في فترة بنتخلص من هذه الاستثمارات, جات فترة تاني ما فيش ضخ استثمارات في هذه الشركات, جات فترة تالت اصبحت المحفظة محملة باعباء كتيرة جدا, فكل الشركات خسران. فبدل ما بتدي للموازنة العامة للدولة فائض اخر السنة, لا اصبحت تاخد من الموازنة العامة للدولة. هي اتعملت شركات علشان تشتغل. نعم. وعلشان العمال تاخد اجر كويس بس مرتبط بالانتاج, مرتبط بربحية هذه الشركات. جيت لما رجعت الوزارة تاني, وهي وزارة قديمة دي من ايام قبل 91, بس كانوا بيضموها ويرجعوها. لا, هي طول عمرها قطاع اعمال عام موجودة. سنة 2004 لما انشأت وزارة الاستثمار, كان احد الملفات اللي منوط بيها وزير الاستثمار هو ملف قطاع الاعمال العام. نعم. انما هي من 90 موجودة لغاية 2004, وبعدين بقت جزء من وزارة الاستثمار يعني الملف ده كان. وبعدين بعد 25 يناير انشئت مرة اخرى, من رجعت تاني زي ما بتقول, ما كانش فيه لا وزارة استثمار ولا قطاع اعمال عام. وبعدين رجعت تاني. ده يدل على ان الملف ده محتاج الى وزير متفرغ يدير هذه الاستثمارات. الرؤية ان لا, في وسط مشاغل كتيرة للوزير لو هو عنده اكتر من ملف, هذه الشركات اللي فيها استثمارات بالمليارات ما كانتش بتحقق حاجة, كانت بتحقق خسائر. وبنطلب من الموازنة العامة للدولة ان يدونا دعم على كم شركة هذه. النهاردة احنا بنتكلم في 121 شركة اللي خاضعين لوزارة قطاع الاعمال العام. هناك بعض الشركات الاخرى شركات قطاع اعمال عام, ولكن في بعض الوزراء الزملاء هم المنوط بيهم هذه الشركات, زي مثلا شركات مياه الصرف والشرب دي تبع وزارة الإسكان, هو الوزير المختص بيها, ولكن نفس القانون هو اللي بيحكمها. الطيران نفس القصة, شركة القبضة للطيران هي شركة. طب ليه ده مش توزيع مسؤول؟ يعني في النهاية حضرتك كوزير لقطاع الأعمال يجب ان ده في النهاية يصب عند حضرتك في رؤية سياسية واحدة. هي الرؤية السياسية واحدة, ولكن في بعض الشركات في وزير مختص مختلف عن وزير قطاع الأعمال العام للجزء الفني اللي مختص به هذه الشركة, اللي بيبقى على اتصال دائم بالوزارة الأخرى. ولكن هي النظرة العامة في العالم إن حاجة اسمها الستيت اوند انتربرايزز, الشركات المملوكة للدولة, لازم اللي يديرها
يكون مختلف عن اللي بيفتش عليها واللي بيرخص لها. بمعنى الفندق اللي بيفتش عليها وزارة السياحة، أنا عندي فنادق بتخضع لتفتيش وزارة السياحة، الترخيص تاخده من وزارة السياحة، لو أخلت بشروط الترخيص يسحب منها الترخيص زي وزي أي شركة أخرى. هنا النظرة العامة لاقتصاد البلد إن مفيش تفرقة بين الشركات المملوكة للدولة وبين الشركات القطاع الخاص العادية، وبالتالي بتدي طمأنينة للمستثمر وهو داخل البلد إنه مش بيتنافس مع نفس الشخص اللي بيديله الرخصة. لا، أنا بيتسحب مني ترخيص شركات الدواء، بيتقفل عندي خطوط إنتاج لو فيها حاجات غير مطابقة للمواصفات زي أي شركة دواء تاني. فأي مستثمر خارجي جاي يقول أنا داخل بلد فيها سوق فعلا في فير جيم عادل، الناس بتتنافس مع بعضها، أنا زي ما بقف في طابور أخد ترخيص، هو برضو بيقف في طابور ياخد ترخيص، فحتة فصل الشركات تحت وزارة مستقلة ده موجود في كل العالم. نعم. والمبادئ بتاعت منظمة التعاون الدولي للتنمية الاقتصادية الـ OECD لا، هي بتقول كده، ولازم فصل بين الجهة اللي بتدي الترخيص وبين الجهة اللي بتدير حتى لو الاثنين هم مملوكين للدولة. توجه الدولة ان نمشي على المعايير الدولية، ان بيبقى في جهة مسؤولة انا اللي بتحاسب في الاخر، ما تبقاش الشركات تحت مظلة جهات مختلفة، وتبقى المحفظة متكاملة. محفظة يعني ايه؟ يعني في تنوع الاستثمارات، مش كلها في حاجة واحدة، فعندي شركة بتربح، شركة تانية عندها يعني محتاجة التمويل، باخد من الشركة الرابحة ومول الشركة الخاسرة، فهي محفظة متكاملة. 8 شركات قبضة تحتيهم هذه الشركات التابعة، وكان عندنا من اول يوم رؤية الحاجتين للمشاكل، المشاكل اللي هي اول حاجة عدم التفرقة بين كلمة شركة وبين كلمة مصلحة. نعم. دي راحت مننا كده فترة من السنين، بعد 25 يناير الناس لما كانت بتعوز تعين حد يقولك عينهولي في اي ايه، في اي شركة من الشركات دول، ناس اتعينت دون وجه حق، في اعداد كبيرة تعين حصل في قطاع الاعمال حصل، وعلشان كده من اول يوم انا حطيت محاور للتطوير. محاور التطوير كان احد محاور التطوير اعادة هيكلة العمالة. اعادة هيكلة العمالة مش معناها نتخلص منها، نعم، معناها ان ما لقيش في شركة محتاجة مثلا 200 فني متخصص ومية عمالة معاونة وخدمات، الاقي فيها 2000 عمالة معاونة وخدمات، ولاقي فيها 20 واحد فني متخصص، ما ينفعش. ومن الاقي شركة تانية عايزة عامل يعني مش لازم عامل حرفي، يعني أي. ممكن حد في الشؤون الإدارية، عندي الوظيفة اللي ممكن واحد يعملها كان عليها 7، ولاقي شركة تانية بتعين، لا، قلنا لازم نعيد هيكلة العمالة. الشركة اللي محتاجة تبعت للشركة القابضة، نقل بين الشركات، تبعت للشركة القابضة، أنا محتاج. قد يكون نفس الشركة القابضة عندها فائض في شركات أخرى تابعة ليها، فتعرض على العامل إن هو يروح الشركة الأخرى، تعرض عليه بدل ما العامل ده بياخد هنا 2000 جنيه مثلا وكان واحد تاني هيعين ويدفع 2000 جنيه، لأن لو خدت نفس العامل ده اديته 2800 هو استفاد، ومحفظة شركات انا وفرت 1200، انا ببص لها كمحفظة على بعضها، رئيس الشركة ببص لشركته بس، اي لا، احنا بنبص من فوق بقى، المحفظة دي كلها زاد عليها اجر الشهر ده 800 جنيه بس بدل ما كان هيزيد عليها 2000 جنيه. فاول من اول القرارات اللي طلعتها ان الوزارة رجعت، وفي التشكيل الوزاري كان في مارس 2016، يمكن في شهر ابريل كان في قرار بتنظيم الاستعانة بالموارد البشرية، مش مانعين تعيين، ولكن عشان يتعين لازم الاول يعمل دراسة احتياجات، يقول لي محتاجه ليه، طب واشوف في الشركة التابعة التانية فيه ولا مفيش، طب ما فيش نشوف في شركة قبضة تانية، بس مش هاخد واحد من مثلا من حلوانة ودي اسكندرية، مش كده يعني، في نفس المنطقة الجغرافية. هل الموظف في قطاع الاعمال زي الموظف في الجهاز الاداري للدولة عادي جدا تنطبق عليه نفس المواصفات والضوابط؟ لا، ده بقول لحضرتك قانون العمل العادي خالص اللي بيسري على العاملين بالشركات هو بيسري عليه، ولكن الخلط اللي حصل في سنوات طويلة ان لا، انا خلاص اتوظفت ووظيفة ثابتة ومش لازم اعمل انتاج وهاخد اخر السنة برضو مكافأة. لا، احنا عندنا بندي حصة ارباح، حصة ارباح يعني الشركات الخاسرة كانت بتدي ارباح،
كانت بتدي ارباح. ايوه. انا النهارده برضو عشان ما اظلمش العامل، انا ما حملش عامل بيشتغل في شركه او رئيس شركه استلم شركه عليها ديون سي 3 مليار جنيه بيدفع عليهم فوائد في السنه 500 مليون جنيه وهو مهما عمل مش هيقدر يكسب ربح قبل الفوائد اكتر من 100 مليون، فلازم في اخر السنه هيطلع خسران. بس هو استلم الشركه كده، استلمها كده ال 100 مليون دي لو خليها لي 150 مليون لا العمال دول تحت تستحق مكافاه. هو لا له العامل ده هو اللي خد القرض ده اتاخد من 15 سنه، لا هو اللي كان السبب في عدم سداد الفوائد السنين الطويله فتراكمت الفوائد واصبح القرض مبلغه كبير. فلو ما اديتش لهذا العامل حافز انك لو اشتغلت وجبت فعلا ارباح قبل هذه الايه الفوائد وزادت هذه الارباح تساعدني ان اغطي يبقى في مكافاه، بس ما اسمهاش حصه ايه ارباح. ده زي الدستور ما بيقول ربط الاجر بالانتاج. نعم. اشتغل انتج اكتر. احد الاصول الهامه في شركات قطاع الاعمال العام هي عمالها، ما بنقولش ان هم ما صحيح حصل عدم توازن بين العماله الخدميه والعماله الفنيه، بنحاول نعيد هذا الايه. هو عدد العاملين في الثمان شركات القطاع النهارده 230,000. 230,000 بيتقاضوا رواتب قد ايه؟ 13.8 مليار قبل الزيادات الاخيره. خلاص ده كل ده احنا بنتحمله. احنا بنتحمله كشركات، ده مش عبء على الموازنه العامه للدوله. خالص يعني ده مش في بند الاجور اللي طالع في الموازنه العامه، ده احنا بنتحمله من ايراداتنا ومن ارباحنا. 13.8 هقول لك بعد اسبوعين هيبقوا كام، لان في العلاوه الدوريه اللي هتطبقوها عليهم، لان كان لا في شكوى ان انتوا رافضين تطبقوها عليهم. احنا لا يمكن نرفض نطبق حاجه في القانون، لا يمكن. انا هي أنا ينطبق عليهم القانون في الزياده، ما ينطبق على العاملين بالقانون بنطبقه. انا اقول لحضرتك بس قانون العمل العادي بيقول ايه، بيقول علاوه دوريه كل عام 7% على الاقل، ففي بيدي اكتر. ده بصرف النظر عن العاملين بالخدمة المدنية وغير دول عاملين بالدولة، ده موضوع تاني. نعم. فأنا 7% دي بتضاف على أساسي الأجر، وبالتالي لما بيبقى في حوافز محسوبة من الأساسي بتتأثر بيه، لما بيبقى في بدلات محسوبة من الأساسي بتتأثر بيه، فأنا عندي كل سنة 7%. عندي حاجة تاني اسمها حوافز إنتاج بديها كل 3 شهور أو كل شهر بحسب طبيعة عمل كل شركة. عندي حصة أرباح، والنهارده بقى عندنا ارباح محترمه، والشركات هتوزع وبتوزع ارباح حصه ارباح 12 شهر في السنه على الاقل. 12 شهر؟ ده مش موجود في الحكومه ولا موجود في الخدمه المدنيه، دي شركات. ما انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا بروح شركه ازورها، بزور شركات كتير يقول لك ايه بمناسبه الزياره بقى شهر، شهر ليه يعني؟ مين اللي زاركم يعني؟ هو نقول ان هنخلص التطوير هذا الخط او هنحقق التارجت بتاعنا الهدف ده، وبمناسبة تحقيق هذا الهدف هنصرف. انا هدي حضرتك مثال ويمكن كنت هتكلم عليها، شركة مصر للألمونيوم، وانا كنت في زيارة ليها قبل رمضان بيومين، اللي هي في نجع حمادي. في نجع حمادي. مصر للألمونيوم الشركة كان بقالها كذا سنة بتعاني يعني شوية، والسنة اللي فاتت او اللي قبل اللي فاتت كان في الربع الثالث عندها اللي هو مارس 2016 ساعة انشاء الوزارة، كان عندها خسائر حوالي 30 مليون جنيه. على نهاية السنة الحمد لله ارتفعت اسعار الالومنيوم شوية فقدرت تعمل مكسب 40 مليون جنيه. السنة دي التسع شهور، انا عندي طبعا البيانات المبدئية بتاعت السنة، بس مصر الالومنيوم شركة مقيدة في البورصة فما اقدرش اعلن حاجة غير لما تكون اعلنت للناس. ففي التسع شهور اللي اعلنت اللي على الشاشات 900 مليون جنيه مكسب. انت شركة في 9 شهور بتعمل قد اللي عملته في 10 سنين فاتوا. قعدت هيكلة بقى التسعير كانوا بيسعروا مش مظبوط، الديفاليويشن تحرير سعر العملة فرق معاهم طبعا. يعني في ناس استفادت، بس ال 900 مليون دول بخلاف 670 مليون نتيجة لفروق العملة، يعني دول من شغلهم الحقيقي. فأنا لما زورهم واقول لهم انا هعمل نادي اسمه نادي المليار، هقابل فيه رؤساء الشركات والناس اللي كسرت المليار السنه دي، وعايز اشوف كم شركه هتكون لي هذا الايه النادي، وعندي منهم 4 لغايه دلوقتي، وان شاء الله واحده تانية تخش معاهم يبقى 5، كل شركه فوق المليار مكسب.
مكسب صافي بعد سداد الضرائب بعد كل حاجه، مش عايز تقول لي ان انا لازم يتصرف لهم مكافاه طبعا محترمه؟ طبعا هي الدنيا كده، هي ولازم يحس ان الناس دي تعبت، وانهم قلت لهم كده في الشركه مش بمناسبه، قالوا لي رمضان وكان في مؤتمر كده معمول رمضان داخل وبمناسبه الزياره، قلت لهم طب ما تيجي نحط تارجت 30/6 ونكسر هذا الرقم ان شاء الله، وشوفوا هيبقى المكافاه شكلها ايه، فيبقى العامل حاسس ان هو بينتمي للمكان، بينتج بياخد، بينتج بياخد. هي دي الشركات، هو دي اداره الشركات، مش ان انا قاعد وباخد دون حاجه. فالعمال اصل من اصول شركات قطاع الاعمال العام، بنحاول نستفيد بيه. حضرتك جاوبتي لي على سؤال كنت هساله لك، انت سلمت المهمه في شهر مارس حضرتك، مارس 2016، مارس 2016. كان عندك 68 شركه خاسره. لا كان عندي حاجه احسن كمان، كان مارس 2016 انا عندي 8 شركات قبضه، كان 4 منهم بس اللي عملوا الجمعيات العموميه لاعتماد نتائج 30/6/2015، يعني فات 9 شهور ونص وما عملوش ولسه ما خلصوش الحسابات الايه؟ الختاميه. وعملت انا الاربعه التانيين لغايه شهر 6 اللي هو كان 30/6 بتنتهي سنه جديده، لسه بنناقش القوائم الماليه بتاعت سنه قبلها، وكانت صافي خسائر المحفظه 323 مليون جنيه. خرجت بعد سنه النهارده مكاسب 6 مليار ونصف المليار. النهارده لا مش هقول الرقم، مش النهارده هقول، لا النهارده انا شهر بشهر البيانات عندي. البيانات عندي، يعني بيتعمل مجلس اداره شركه، وده طلع له قرار مجلس اداره شركه تبع تناقش وتشوف الخسائر بتحصل ليه او بتشوف الارباح بتحصل ليه، ارباح نحاول ننميها، خسائر نحاول ايه نقللها، ترفع للقبضه، القبضه تناقش، ترفع للوزاره، الوزاره تشوف ايه الحاجات اللي محتاجه تعملها وتبتدي تاخد قرارات. فدي نشطت الدنيا، الدنيا كانت ما فيش فيها نشاط. فشركات كتيره قوي كان عندها فرص ما كانوش شايفين الفرص. هديك مثال بالبيانات دي وازاي هي هامه، ان انا لما جيت في الغزل وبصيت لقيت هو بيبقى خسائر، ما هم الغزل خسران وبتخسر كل سنه بالمليارات كانت، فحته ان انت تعمل بيانات هتسالهم انتوا بتخسروا ليه، يقول لك ما هي العماله كتير والاجور كتير، هتسالهم ما عندنا فوائد كتير، فكل اللي عملناه لا انا عايز البيانات وعايز تحليل لهذه الايه البيانات، انا عايز الايراد اللي بيجي لك مخصوم منه تكلفه الحاجه اللي بتنتجها من غير لا عماله ولا اجور. فقالوا لي بس ده ما يمشيش الجهاز المركزي، انا ده مش اللي هتطلعوه في القوائم، ده ليا انا عايزه. وفوجئت في بعض المنتجات ان سعر البيع اقل من تكلفه الخامه، يعني لما بتجيب الخامه وتشغلها بتشغل قطن وتغزلهم بتبيع بعد كده طن الغزل باقل من تكلفه الخامه والاوفر هيد، شويه الكهرباء وشويه بدون ما اضيف عليه عماله ولا رواتب ولا اي حاجه. هي لما كانت على بعضها خسرانه فمحدش واخد باله، فاول حاجه عملتها ويمكن حصل يعني عدم قبول تام من منتجين الغزول ان رفعنا السعر. رفعنا السعر بما يغطي التكلفه، حتى جولي وجمعيات المنتجي الغزول يقولوا انت تكسب، هو انت لا يمكن تكسب لان مش هتعرف تغطي كل، انا بس اجيب ثمن الخامات بتاعتي وتمن تكاليف تشغيلها ونسبة صغيرة تساعدني في تغطية الأجور. فلو أقول لك كده إن إعادة التسعير ده وضبط التكلفة بنفس المكن القديم، لسه ما تدناش خطة تطوير الغاز نزل المناقصة، وهقول لك على الحاجات اللي في البايب لاين شغال كويس، إنما دي لوحدها لما تقلل الخسائر 50% أقلل الخسائر مليار، يعني أكني كسبت زيادة مليار بدل ما أخسر 3 مليار بقوا 2 مليار، طول ما خسر ماشي، بس ارتفاع تكاليف، ارتفاع اجور، ارتفاع تكلفه تشغيل وكهرباء وغاز وكل ده، وبالرغم من ده صافي الخسائر حصل له انخفاض. فدي حتت صغيره تحتاج ان الواحد يبقى متدخل فيها، اعاده هيكله البيانات، التسعير، التكاليف، ازاي ده يتعمل، اللي تهد ما يتبنيش في يوم. فانا مش بقول لك هو اتهد من سنه 91 من ساعه ما ابتدى، لا لا لا، كان في شركاتنا بس فضلنا 10 سنين او 15 سنه في الاخر
كان في بقى عدم يعني توجه لضخ استثمارات جديدة، او خلاص نبيع ده الجرايد لحاجات كبيرة جدا، حديد وصلب تم طرح مناقص تطوير بتاعته. انا عايز اتكلم عن مصنع الحديد والصلب. تم طرح مناقص تطوير بتاعته، وكان مفروض نفتح المظاريف يوم 18 يوليو. من اهتمام الشركات، انا عايز اقول لك اللي سحب الكراسة 17 شركة، شركات ايطالية، صينية، اوكرانية، روسية، مصرية، هولندية، المانية، يابانية، اهتمام من جهات مختلفة، وكل دول قابلتهم يعني في مرحلة التقديم، وطلبوا علشان المنافسة محتدة، طلبوا مد المهلة بتاع تقديم الكراسات والشروط ل 12 سبتمبر. فانا النهاردة الحاجة اللي راكدة دي من زمان بنتكلم عليها، لا دي ليها مناقصة مطروحة، ناس سحبت كراسات الشروط، ناس بتتنافس انها تقدم تجيب تمويل مع هذا التطوير. ده عشان التحديث، عشان ده خط جديد كامل، خط جديد خط جديد كامل، فده شغال ومدناها ل 12. عندي مصانع الدلتا للصلب، نزل الاعلان بتاعها في 25 مايو، وهتتفتح المظاريف يوم 13 اغسطس، 15 شركه تقدمت للمناقصه دي، نفس الجنسيات من دول. طب عندك فلوس منين تغطي ده كله؟ ما هي دي هي القصه، انا شغلتي بتاع تمويل انت عارف. أي. يعني دي شغلتي، الفلوس دي اخر حاجه الواحد يفكر فيها. يعني انت النهارده لو عندك مشروع مجدي هتفكر في فلوس. اولا عندي اصول غير مستغله كتير، اقدر اعيد هيكلتها، دي حاجه، بس انا هبعد عن اصول غير مستغله دلوقتي هقول. وانا النهارده مفيش حاجه اسمها تاجير تمويلي، فيه موجود والشركات موجوده، بس هتعمل عليك اعباء معلش فوائد اكتر. ما هو لو في زبل الفايده الجديده دي رفعت جدا، معلش ما في حاجات طبعا بتحصل بتغير في حساباتنا. يعني سعر الخصم الاقتراضي يغير في دراسه الجدوى بتاعتنا، سعر العمله، ما هي دي الحته. ان انا لما جيت كان في دراسه لتطوير الحديد والصلب بيتكلموا عليها ويقولوا ما هو في دراسه فيه. وجبت رئيس الشركه القابضه في الوقت ده من يعني احنا عملنا برضو من ضمن التطوير تغيير في مجالس الادارات ورؤساء الشركات. ده صحيح، ما انا كنت عايز افهم ليه التغيير ده وهو تغيير متاخر. لا لا، اقل واحد فيهم كان عنده 63 سنه تقريبا. معلش هو السن، انا برضو حته السن ويمكن بقولها ناس تزعل، بس بقاله كام سنه؟ هو بقاله كام سنه؟ وفي انجاز ولا ما فيش انجاز؟ هي دي بس الحته المهمه. المعيار يعني، ما هو لازم يبقى في معيار، مش عشان واحد صغير يبقى احسن من واحد طبعا اكبر، وفي نفس الوقت طب واحد كبير وبقاله سنين والشركه بتنمو وبتتطور وماشي، وواحد تاني ما بيحققش حاجه، او حصل خلاص نقول لك انا هبتدي مشروع تطوير هيخلص امتى؟ ما فرئيس الشركه القابضه قال لي، ورئيس الشركه نفسها قالوا لي في دراسه معموله وعايزين 500 مليون يورو وعلشان نطور. طب هات الدراسه. فالدراسه معموله سنه 2014، سعر العملة اختلف، سعر المكن نفسه اختلف، سعر الخصم اختلف، كل حاجة اختلفت. الدراسات بتبقى متحركة مش ثابتة. فأنا النهاردة مش بقول ان انا الدراسات اللي عاملينها للتطوير دي انها ثابتة، اتغير سعر الفايدة لازم هغير واشوف لما هيجي لي خط انتاج. انا طارح حاجة في الحديد والصلب دي في المناقصة، اني بدي اولوية للي هيديني بتمويل موردين، المورد هو اللي يجيب الخط يركبه ياخد مني فلوسي على 3 سنين. نعم. فده بديله أفضلية، فده اسمه تمويل مورد، لا من بنك ولا من حاجة، بدي أولوية. انت عارف الحديد ده بيتصدر، نعم، وسعر بورصة عالمي، اللي ياخد اقساطه منتج، خد المنتج وصدر، يبقى أنا شلت من عليا العبء بتاع عملية التصدير، وهو شركة عالمية وعنده أشياء عالمية، عنده آليات. فأنا حاطط شروط في الكراسات الشروط والطرح هتديني بدائل مختلفة لوحدها موجودة، بخلاف أن عندنا بدائل تمويل كتير ما هياش الـ العملية، أن لازم أروح البنك وأخد زي ما بقول لحضرتك في تمويل موردين. فيه ورقنا، احنا استخدمنا أحد مصادر التمويل، انا قلت عن هيكل مصادر التمويل، هو يا راس مال يا بنك، بس في تاجير تمويلي زي ما قلت لحضرتك، في توريق شركات الاسكان اللي عندي اللي بايع حاجات وباقساط على سنين، ورقت وخصمت المحفظه بتاعتها وخدت الفلوس عملت بيها مشروعات ايه جديده. الافكار والحركه ورؤساء الشركات لما بنقعد نتكلم وبنطرح الافكار وبيمارسوها بيلاقوا الدنيا ما هياش معقده.
حضرتك طبعا اكيد معاك فلوس كويسه، لو لقيت الله. مشروع لو لقيت مشروع مجدي مش هتخش فورا؟ هتخش طبعا. بقى تقول لي ما هو النهارده البنك بيديني كذا، انا مش هخش معاك فتره مؤقته وبعدين نرجع تاني للظروف. ايوه انا هجمد الفتره دي. اي مشروع بيه. اي مشروع مجدي، وانا كنت عضو مجلس اداره احد البنوك الكبيره وكنا بندور على اللي يجي يدينا دراسه جدوى بمشروع كبير. انت تقعد تمول كريدت كاردز وحاجات من دي، ده 10,000 و20,000 و100,000 كلام فاضي، غير لما يبقى مصنع بس مدروس كويس وعايز بقى 2 مليار. فكده البنك ضمن ان في حاجه يستخدم فيها الاموال الكتيره. البنوك بتبقى عايزه مشروعات، بس مشروعات ايه؟ مجديه، وتخش تمول طبعا. مفيش مشكله. الـ 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 الاصول غير المستغله دي حاجه برضو شغالين فيها بكميات لا تتخيلها. عندنا اصول طبعًا كتير طبعا، اصول غير مستغله. انت هدي حضرتك مثال، تبص تلاقي مثلا صدناوي بنزيون، ما يعني مش لازم صدناوي بالذات، في مدن كتيره، في مثلا تلاقي في طنطا، في سوهاج، تلاقيه في احسن مكان في البلد قدام المحطة. دايما كان يبقى تنزل من المحطة، ودي الحتة اللي هي البرايم لوكيشن، وتلاقيه دور ارضي وده ملك. لا انا اقول لحضرتك ان لو رحت طنطا مثلا تشوف صدناوي هناك وهنوم، تلاقي لا اتهد، طلع برج تجاري اداري سكني، هو نفس المكان. الدورين اللي تحت بقى ام صدناوي واخد نصهم بسلالم متحركة بقى شياكة، مش دور ارضي، هو كان ملك بس كان الاستفاده بيه هي في حدود الحته دي بس. انا حافظت على الاستفاده واستثمرت في العقار، وباع المحلات التانية جابت بضاعه، وبنأجر الحاجات اللي فوق، وبالتالي في دخل عندنا كان حاجات، يعني نقول مثلا مجاويش القريه، انت عارف دي كانت حاجه زمان جميل، بس كانت خيال. خلاص لا، اطرحت لمطورين عقاريين اعمل لي تاني الفندق، واعمل لي حمام السباحه، واعمل المطابخ، واعمل كل حاجه. نسينا مجاويش. لا هتروحها تاني، هتروحها ويعني 18 شهر من دلوقتي تيجي بقى وتقول لي عايز مكان. اقول لك 18 شهر اقول لك ما فيش. ابتدى الشغل فيها، لان الفندق بيتعمل، الشاليهات القديمه بترجع طبعا اتهدت كلها وبتعمل، وبعدين في مجموعه شاليهات تبقى قريه سياحيه وناس سده، في مطور عقاري دخل. انا عايز اقول لحضرتك هتاخد نفس الفندق، هتاخد نفس الاوض اللي كانت موجوده الفندقيه، وهناخد من ورا الكلام ده حوالي 400 مليون، لان احنا بنشارك في البيع اللي بيحصل في الشاليهات التانيه. فالافكار موجوده، وانك تطور في نفس الاصول اللي عندك موجود. الغزل والنسيج، احنا طرحنا المحالك، المحالك مطروحة والمناقصة نزلت وتتفتح يوم 8/8 ان شاء الله المصاريف. كان عندنا 25 محلك في مصر محطوطين في حاجات، دي حاجات قديمة قوي، في اماكن النهاردة بقت في وسط البلد، وسط البلد بقى، مش اللي هي كانت زمان دي زراعية. دي لا، انا عايز اقول لحضرتك ان في محالك في بعض المدن والمحافظات اللي ما بتزرعش قطن اصلا، هي كانت زمان من المحافظات اللي بتزرع قطن. نعم. لتغير بقى الدورة الزراعية والناس تغيرت، والمنطقة دي ما بقاش حد يزرع فيها قطن. فأنا عندي محلك في حتة ما فيهوش قطن، وعندي مناطق أخرى محتاجة هذه المحالك. المحلج القديم اللي طاقته سي 100,000 إنتار وواخد مساحة كبيرة جدا، أنا النهاردة أقدر أجيب محلج جديد يعمل 400,000 إنتار وفي مساحة أقل، واستغل المساحة اللي باقية. فاستغلال الأصول ده مهم. طيب هو ده هيودينا، عايز أقف بس على نقطة النقطة القديمة بتاع الخصخصة، وهل يمكن أن نفكر مرة أخرى في الخصخصة، ولا حضرتك بتشوف أن قرارات الخصخصة وبيع شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال الخاسرة كان مخطط في النهاية لصالح وحساب أفراد، وأنه أضر بمصر، ولو كنت وزيرا في هذا التوقيت ما سمحت به؟ بعد الفاصل ان شاء الله نرجع نكمل. انت فتحت لي بلفات كتير جدا، وسعيد بالتتابع وسعيد بخطه النجاح اللي بتقدمها لي سياده الوزير. نطلع فاصل. للاسف الزمالك تعادل الان 1-1 من ضربه جزاء، وتم طرد لاعبه محمود
الوينش الزمالك بيلعب بعشرة لاعبين ويطارد الفوز حتى يبقي على امله في الصعود للنهائي بتصفيات افريقيا. نلتقي بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى واصل حواري الهام مع الدكتور اشرف الشرقاوي وزير قطاع الاعمال. سياده الوزير قبل ما اطلع كنت بسال حضرتك عن من 15 سنه تقريبا بدات الدوله تصفيه الشركات الخاسره وبدات تبيعها وقالت ان هذا هو الحل. حضرتك شايف ان الحكومات في هذه المرحله كانت خاطئه؟ ده كان فساد ولا كان تقصير ولا كان اهمال ولا كان ايه بالظبط؟ طب ما تخليني ما اتكلمش على تاريخ. خليني اتكلم على هي البورصه معموله ليه. خلينا نقول ان احنا مرينا بمراحل كان فيها بيع شركات، كان فيها تخلص من اصول، كان فيها دي خلاص. تقييم حضرتك ليه ايه؟ ما انت لما جيت ممكن ترى ان ده كان صح في بعض الحالات كان لازم تخلص من هذه الشركات، كانت وصلت الى مرحله ان ما كون بقى في بعض الاجراءات لم تتبع بصورة سليمة، ده موضوع تاني. يكون أثير بعض شبهات عن بعض الـ 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 يعني عمليات الخصخصة في الفترة دي، ده موضوع تاني. إنما كان في حاجات كان لازم ما ينفعش تستمر بهذه الايه الخسائر. هل يمكن حضرتك تفكر تحت أي ظرف في بيع أي شركة من شركات قطاع الأعمال؟ أنا بفكر في إطار برنامج الحكومة. احنا عندنا برنامج دخلنا بيه مجلس النواب والبرنامج معتمد ولازم امشي عليه. البرنامج مكتوب فيه بصورة واضحة ان احنا ما بنعملش خصخصة، انما بنستفيد من البورصة كوسيلة من وسائل التمويل المتاحة للشركات. عشان كده هتطرح شركات في البورصة. انا عندي 17 شركة مقيدة في البورصة. طب انا عايز اقول لك انا رفعت راس مال الحديد والصلب 100% من 6 شهور في البورصة المصرية، رغم انك بتقول ان الشركه خاسره ومحتاجه 3 4 مليار عشان تقف على رجليها. طب ما انا محتاج عليها ديون للشركه القابضه. نعم. محتاج ان انا ارسملها اطلعها لراس المال علشان خاطر ما تبقاش دينه يبقى على الشركه، والمساهمين الافراد اللي يمثلوا 9% دخلوا واكتتبوا في الزياده ومنهم شركات اخرى واكتتبوا في الزياده، وفرت سيوله للشركه، خسائرها قلت السنه دي لان قدرت تجيب فحم كوك اللي بتحتاجه علشان خاطر تنتج. ما هي كده، ما هو لازم وانت بتعرض الزياده تقول الناس استخدام اموال الزياده فين. نعم. عملنا دي في البورصه دون ضجيج، ده زياده راس مال، ده ضخ اموال للايه للشركه واعاده الهيكل التمويلي بتاعتها، اعاده اصلاح الهيكل التمويل. البورصه معموله لتوفير اداه للايه للتمويل، انما مش للتخلص من الشركات. فانا عندي شركات، عندي كيمة مقيده في البورصه ورفعنا راس مالها مرتين، رفعنا راس مالها مرتين لانها بتعمل مشروع تطوير محتاج مبالغ خطيره علشان تتوافق مع البيئه وتستخدم غاز بدل ما تستخدم الكهرباء اللي محملها اعباء كبيره. فهجيب الفلوس منين؟ ما هو من زياده راس مال، والوسيله اللي موجوده هي مقايضه في البورصه، فكان هناك سهوله في الحصول على زياده لراس الايه المال. لا، وكان هناك سهوله برضو في الحصول على تمويل من البنوك، لان ما تنساش ان الشركات المقايضه في البورصه فيها افصاح، فيها قوائم ربع سنوية. نعم. فيها حوكمة، وبالتالي بتشجع الناس تقرضها. أنا عندي النهاردة 17 شركة مقيدة في البورصة، عملنا تجزئة الأسهم، عملنا زيادات رؤوس أموال دون بيع هذه الشركات. فلما نبص ببرنامج الحكومة هتلاقي فيه الاستفادة من البورصة المصرية كوسيلة من وسائل التمويل. ما عنديش مانع خالص إن لو محتاجة أطور في شركة إن أطرح جزء منها في البورصة المصرية، 10% 20% الفلوس تيجي للشركة القابضة تضخها تاني في الشركة لتطويرها. بس أنا عايز وسيلة من عايز كمستثمر إنما أتخلص من الشركة خالص. ليه أتخلص من زكاة الشركات؟ بقت تكسب وبقت بتربح ونعيد هيكلة. بس عندك 57 شركة لغاية دلوقتي خاسرة. عندي فعلا، هم قالوا شوية على آخر السنة خلاص. يعني احنا البيان اللي انا 30/31/3 غير 30/6 طبعا. نعم. فعددهم قل بس كويس. هم كانوا من السنه اللي فاتت كام؟ احنا بنتكلم في 70. ايوه. فلما ننزل النهارده ل 50 في سنه بتحول 20 شركه من خاسره لرابحه، دي لوحدها انجاز.
لما تيجي تبيع حاجة، انا برضو عايز اقول للناس، قصدي فلوس الناس مش فلوس، انت بتبيع حاجة خسرانة بتتباع بقيمة اقل من ايه؟ من قيمتها. بتبيع حاجة كسبانة فتتباع بقيمة تعبر عن قيمة هذه الايه؟ الشركة. فانا حتى مش من اهدافي لو حتى في ان بنقول هنبيع جزء، انا بيع في شركة بتخسر، فلا هيجي يشتري يوم قايل ايه ده انا هشتري ايه، هشتري حاجة خسرانة مش هدفع فلوس. لا، ده انت تصلح الشركة، وبقى نستغل البورصة كأداة من ادوات الايه؟ التمويل، سواء في زيادات رؤوس اموال، في طرح جزء من احدى الشركات، ما الشركة القابضة بيبقى تحتيها عدد كبير من الشركات. نعم. ممكن تبيع حصة في شركة علشان يخش لها شوية اموال تستخدمها في تطوير شركة ايه؟ شركة اخرى عندها ما عندهاش تمويل ليها، وبالتالي وانا ما زلت عندي نسبة كبيرة، ما انا عندي في مثلا شركات كتير عندي 55%. 55% دي معناها ان انا ما زلت الشركة مسيطر عليها، ما زلت انا الشركة القابضة، بنراعي العاملين، فيها نظم افصاح. وعايز اقول لحضرتك حاجة، اغلب الشركات الناجحة اللي عندي اللي موجودة في البورصة، الشرقية للدخان ناجحة موجودة في البورصة، اسكندرية الدولة حياة ناجحة موجودة في البورصة، الشركات مصر الجديدة للإسكان موجودة في البورصة. الشركات الناجحة بتبقى جاذبة، ان طبعا لما اجي اقول زيادة راس مال بلاقي ناس عايزة تكتتب، بيتغطى الاكتتاب بزيادة، ما هواش بقى. فاستخدام البورصة كأداة للتمويل ده احد الوسائل التمويل المالية غير المصرفية، انما ما فيش مكتوب في برنامج الحكومة ان احنا بنخصخص وبنبيع الشركات، انما مكتوب تنشيط البورصة، الاستفادة من البورصة كأداة من أدوات التمويل. ودي موضوع حتى في الشركات الخاصة، طب ما الشركات الخاصة مقيدة في البورصة. نعم. هي صاحب الشركة باعها، يعني ده لا، ده استفاد من البورصة في زيادة رأس المال، في توفير تمويل لمشروعات ايه؟ لمشروعات جديدة. هتدخل في البورصة شركات قد ايه جديد؟ بص، هي أولا في معايير للقيد في البورصة. نعم. ما هياش أي شركة تنفع تقاعد في البورصة. وبين ما هو الهدف بقى، ما هو ده المهم، الشركة دي عايز تمويل ولا مش عايز تمويل؟ هي لو شركة خاسرة، في شركة خاسرة مش محتاجة تمويل؟ لا، لو تقدر توقفها بدون لو تمويل؟ لو شركة خاسرة ما ينفعش انها تقاعد في البورصة. أي. فأنا في هذه الحالة لو الشركة القابضة اللي بتملك شركتين، شركة بتكسب وشركة ايه؟ خاسرة، وبعدين عاوز يطرح 10% من الشركة الكسبانة، ياخد فلوس البيع يضخها في الشركة التانية، يقوم يعيد هيكلتها، هنا اصبح هناك هدف من عملية القيد والايه؟ والطرح. انما بس كده بنقيد ونطرح وخلاص. طب ايه الهدف؟ الفلوس هتعمل بيها ايه؟ هتتاخد الفلوس تتحط في البنك يعني؟ ما ينفعش، ما يبقاش كده. طب ما كنت اخليها واستفيد من توزيعات الارباح اللي بتيجي من هذه الايه؟ الشركة. فلازم يبقى فيه رؤية لاستخدام الاموال لو في جزء زيادة هيطرح في البورصة. دي واحد. نمرة اتنين، التوقيت المناسب. ما هو انا برضو لازم اختار التوقيت المناسب، ان مش اي وقت الطرح يبقى جاذب للناس. نمرة ثلاثة، بنتبع جميع الاجراءات القانونية اللي منصوص عليها في عملية الايه؟ القيد والطرح، ولو في قيود عن التخلص من بعض الاصول، في قرارات قبل كده ان لما بنيجي نبيع شركة ما بنبيعش أرضها، ما لما تبقى أرضها في مكان استراتيجي عشان ما حدش يروح يشتريها علشان خاطر ياخد أرضها ويغير الايه؟ النشاط. ففي قواعد عامة عمرنا ما بنحيد عنها. عند وجود توقيت مناسب، بقول لحضرتك زيادة رأس مال الحديد والصلب بتم بإفصاحات في البورصة، بإعلانات في الجورنال، نزلت وحصلت الزيادة، ودي فلوس دخلت داخل الايه؟ الشركة. انا النهاردة لما اجي اقول لمورد ورد لي بتمويل مورد يلاقي راس المال بتاع الشركة بالسالب، لا يمكن يورد لي. فانا كان احد اهدافي، لا ده في قرض ممنوح من الشركة القابضة، سايبينه قرض ليه؟ ضفوه على رأس الايه؟ المال. وعلشان نحافظ على النسبة بتاعت الناس قلنا لا، نطرح الزيادة اللي عنده 9% يخشوا الافراد فعملنا هيكلة للخسائر دي، اتعادل راس المال شويه، لسه في مرحله تاني في هذه الايه؟ الهيكله. فبقول بنهيكل علشان اللي يجي يخش يجيب لي تمويل يبقى شايف شركه قادره على سداد هذا التمويل. فاذا كان وسيله الهيكله ان استخدم البورصه بستخدمها طبعا. تعبير الهيكله لا يعني باي حال من الاحوال الاستغناء عن اي عاملين في شركات القطاع الاعمال؟
انا بقول لحضرتك احنا عندنا قوانين بتحكمنا، ما عنديش في القانون حاجة ان انا اقوم رايح بكرة الصبح ممشي الناس، ما عنديش دي زي اي شركة عادية. انما في برامج معاش مبكر دي معمولة وموجودة لمن يرغب، لما بنحب نفتحها لما بيكون هناك. انما زي ما بقول احنا ماشيين بخطة في هيكلة العمالة، ما بنعينش ناس ما لهمش استفادة، وبالتالي يعني ال 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 الشكل اللي قدامي انا خلاص مين يعيش بقى ما اعرفش، ان 2022 لو ما عملناش حاجة خالص غير اللي احنا بنعمله النهاردة، ان بنرشد استخدام العمالة اللي هي المعاونة واللي ما بتعملش يعني قيمة مضافة، وبنستفيد بس من العمالة اللي هي الفنية اللي بتحقق قيمة ايه مضافة، ومع اللي بيطلعوا معاش الهيكل هيتظبط لوحده. يعني انا عندي طبعا جراف لكل سنة كم واحد طالع معاش طبيعي اللي بلوغ سن الايه الستين، كم واحد بندخله بداله، الخطة محطوطة هيخش بداله، فهيتظبط تبقى هيبقى عندي شركة او اتنين فيهم عدد زيادة قوي. لو فتحنا حاجة جديدة طورنا في هذه الشركات دول مش هيبقوا زيادة. 2022 بتكلمني عن عدد الموظفين بس ولا بتكلمني كمان عن تصوراتك لقطاع الاعمال او الثمان شركات القبضة؟ يعني امتى هتقدر حضرتك تقول ان ليس لدينا شركة خاسرة في الشركات القبضة المصرية؟ هو على مستوى القوابض ما فيش خسران، على مستوى التوابع هو اللي فيه خسران اللي هم 121 شركة ممتابعين للقبضة. بس هقول حاجة، يعني انا نفسي ده يتحقق قبل التاريخ ده. انا اتكلمت عن العمالة لان قدامي تاريخ ميلاد كل واحد، تمام. بطالع معاش امتى، بده وظيفته ايه، فاشوف استعين بحد وظيفة اخرى. بس عندك استراتيجي كمان. انما بيحصل حاجات، هي دي حتة التوقيت اللي بالظبط بيحصل حاجات بتأخر. يعني بتأخر زي ايه؟ زي مثلا كنا عاملين دراسة بتاعت الغزل والنسيج، وكان كل الافتراضات اللي فيها مبنية على سعر عملة معين وعلى سعر خصم معين. طبعا التغيرات دي بتخلينا نعيد الايه الدراسة ونقول لا مش هجيب بقى المكن الغالي ده لان النهاردة مش هعرف ادفع ثمنه. تقوم مأخرنا ست شهور، تقوم مأخرنا يعني اتأخرنا في الخطة بتاعتنا بتاعت الغزل والنسيج اربع خمس شهور، معلش. انما لو قلنا 2022 يبقى كله ان شاء الله. ليه لا؟ طب انا بتكلم النهارده في اقل من 50 شركه خاصه. جمله مستوقفاني، وانت حضرتك بتعمل دراسات، انت عضو في هذه الحكومه، لما تيجي الحكومه تعمل قرار تعويم مثلا او تيجي تعمل رفع فايده والحكومه نفسها ما تعرفش او تتاثر، هو ده مش بيعكس عدم تنسيق؟ لا اقول لحضرتك حاجه، اولا سعر الفايده ده اختصاص البنك المركزي والسياسات النقديه ولجنه السياسات النقديه، وانا جات لي فتره من عمري كنت عضو مجلس اداره البنك المركزي وعضو لجنه السياسات النقديه، تمام. فعارف ده ما بنتدخلش فيه كحكومه، بس هناك تنسيق، بس ده اختصاص اصيل للبنك الايه المركزي، سعر الفايده وكبحه التضخم جزء من خطه الحكومه، معلش، بس ده تولز بيستخدمها علشان يعالج التضخم يعالج. انما في نفس الوقت انا راضي بالاتي، ان انا بتعامل زي اي شركة قطاع خاص، لان زي ما اقول لحضرتك قانوني بيقول كده. فزي ما الفايدة دي ارتفعت على قطاع خاص، نعم، ارتفعت علي انا مبسوط بدي، ما عنديش مشكلة. بس لما يبقى في عقوبة ما تجيش عليا وما تجيش على القطاع الايه الخاص، يعني انا راضي. القانون بيقول لا تحملني باي ميزة ولا باي اعباء تخل بيني وبين المساواة. فما جيش مثلا ناس ما بتشتغلش، ناس ما بتكسبش، ويقولوا ايه عايزين زي الحكومه ناخد ما اعرفش ايه. طب انت مرتبط بانتاج، فانا بقول لحضرتك انا راضي خالص ان اتعامل في سوق حر زي ومنافسيني هم القطاع الخاص، ما عنديش مشكله، وبتعامل باساليب السوق وبعرف اتعامل في كل حاجه. جات لي فتره اهي الفايده ارتفعت، وبالتالي اي شركه عندها قروض بسعر فايده معوم هتتاثر، ما هو برضو القطاع الخاص حصل له كده، يبقى انا ما اتضربتش. العمله بالمناسبه عندي بعض الشركات حققت استفادت استفاده زي الالومنيوم، لانه بيصدر وبيستورد، هو بيستورد الخام بيصنعه هنا، واحنا ماشيين بحاجه جميله جدا 50% تصدير و50% محلي. انا عمري ما خدت عمله، مش انا بس ومن قبل كده، عمله من البنك
اللي بيجي من التصدير يغطيك، هو بيغطي الخامة للمية في المية. يعني بنصدر النص وبنبيع محل النص، فالتمن التصدير ده بيجيب لي خامة تعمل لي الايه المية في المية. فطبعا لو انا مكسبي ما بين الخام وما بين السعر المنتج 30%، كان زمان باخده 30 سنت، ال 30 سنت دول كانوا في 88، النهاردة في ايه في 18. فدي استفادت. نعم. من ده في بعض الشركات اللي عليها قروض، الضرب. انا عندي شركة فرق عملة 800 مليون في احد الايه القروض، بس كانوا جايبين بيه خط انتاجي، ومعايير المحاسبة تعدل فيها معيار ان لو انا عندي اصل من الاصول كنت مموله بهذا القرض، بنعيد حساب تكلفة هذا الايه الاصل، بدل ما هو طالع ب 100 مليون هيبقى 200 مليون مثلا. وبالتالي الصدمة دي ما بتتاخدش على سنة واحدة، نعم، على مدار عمر الايه الاصل. فعندي حاجات استفادت وعندي حاجات اتضرت، زي اي شركة قبضة كبيرة عندها محفظة كبيرة. في بعض الشركات بتستفيد وبعض الشركات بتضر، فما بقولش انا مضرور في حاجة، بستفيد. المهم هل عندنا وسائل للتعامل مع ده ولا لا؟ هل بنقدر نتصرف في هذه الظروف ولا لا؟ لغاية دلوقتي بنقدر نتصرف، لغاية دلوقتي شغالة يعني. امتى الاصول في قطاع الاعمال؟ لا مش حاسبها بالقيمة، عندنا بس حاجات غير مستغلة زي ما بقول لحضرتك كده. عيدنا ايه؟ تعادل كم؟ لا يعني قيمة الاصول بصفة عامة من الميزانيات، من الميزانيات تتعدى 100 مليار. تتعدى 100 مليار. عليها التزامات كتيرة، لان يعني في حاجات اتاخد عليها قروض من بنك الاستثمار القومي مثلا من زمان اهو، والفوائد عمالة ايه تزيد. في بعض الشركات، عندي شركة دون ذكر اسماء مثلا، قيمة القرض كان 50 مليون سنة 81، النهاردة وصل 2 مليار بفوائده، فوائد على فوائد 2 مليار. الشركة دي لو صفناها ما تجيبش ال 2 مليار وما سبناش فيها حاجة خالص، تجيب 380 مليون تم تقييمها. فالدين اللي عليها اكتر من ايه من قيمتها. يعني في حاجات كده، ده بقى ميراث قديم بس لا اتنصل منه وما اقولش انه مش مسؤول عنه. هتتعامل معه؟ بتعامل مع كل حاجة، بس طبعا اتعامل معه في قد ايه هو ده المهم، يعني ده يخلص في قد ايه. ما بيبقى في تعاون مع باقي الوزراء، وبنشوف مع بنك الاستثمار ده تبع وزارة التخطيط، فبنقعد وبنتكلم طب ازاي نعيد تسوية الموقف ده، نشوف نعمله ازاي. بس في حاجات بتخلص في اسبوع، في حاجات عايزة سنين. فلما بتقولي تاريخ، اتمنى ان في هذا التاريخ يكون كله كسبان، اللي هي 22 ان شاء الله مش 18 السنة دي. لا انا واقعي جدا وبشتغل بايديا. انا ما يعني انا صنايعي، يعني بشتغل كل حاجة بايدي، عارف كل حاجة. اللي بيتهد ممكن تجيبه في تهده في يوم في اسبوعين علشان ترجعه تاني. انت تغير مفاهيم دي بتاخد وقت طبعا، تخلي الناس تطلع تقارير شهرية دي خدت وقت علشان يلتزموا بيها والاخطاء اللي فيها، تبتدي تفهم العمالة ان انت هتكسب اكتر لو التزمت بالانتاج، ولو مش بس عايز مكسب تاخد وقت. تعيد هيكلة شركة وتدرب عمالة فيها على استخدام الات جديدة، لا دي مش سهلة. الحديد والصلب مثلا على سبيل المثال، هو خط الانتاج ده ما بيبقاش موجود في المخزن عند المورد، نعم، يعني مش عنده في المخزن فبكره هيجيبه، ده بيصنعوه بيصنع. فالمدى الزمني بتاع الخط الجديد هياخد له 18 شهر بعد فتح المظاريف والترسانة. كده منطقي فقصدي جدا. فقصدي ايه؟ لازم الواحد يبقى واقعي وما يقولش حاجة، ما انا ممكن اقوله مش هبقى موجود ساعتها. صحيح. ويلا وبعدين اقول اللي جه بعدي هو اللي ما كملش المسيرة. لازم يبقى الواحد واقعي. عندي اخر سؤالين. سؤال بصفتك عضو في هذه الحكومة، وسؤال بصفتك خبير اقتصادي ومادي كبير. السؤال بتاع الحكومة، الحكومة بتقول لنا من ساعة القرارات الاقتصادية الصعبة ان هذه القرارات مرة انقذتنا مما هو امر. احنا شايفين المر، الناس يعني مش هندعي ان اللي قادر بيعاني زي الفقراء، بس الطبقة محدودة الدخل اللي هي غالبية المصريين بتتألم ألما شديدا ومش فاهمة هو في أمر من كده ايه؟ يعني ايه الأمر
اذا كنت مش قادر اشتري كيلو لحمه، اذا كنت ما اقدرش اشتري كيلو فاكهه غير مره في الشهر، ما عدتش قادر اصرف على ولادي، في امر من كده ايه؟ لا مبدئيا اي اصلاح اي حاجه، انا يعني عملت عمليه كبيره من كام شهر وسافرت قعدت اتعالج، كان البديل وحش قوي، هفضل وبحاجات مؤقته كده وبعدين ممكن في يوم الواحد يوقف. فالعمليه كانت صعبه، قعدت شهر وثلاث اسابيع في انتنسيف كير، وما بس بعدها اديني قاعد وبشتغل والدنيا ماشيه. مش باكل كل حاجه، مش مسموح لي اكل كل حاجه، مش مسموح لي امارس الحياه الطبيعيه قوي في المجهود، يعني لغايه 12 كل يوم بس ما بنكملش اكتر من كده. بس البديل اللي انا ما شفتوش كان هيبقى حاجه وحشه قوي، بس قريتها عرفت كان ممكن يحصل لي ايه. فهناك بدائل ممكن الواحد يقول طب ما انا مش مسموح لي اكل كل حاجه، مش مسموح، هناك بدائل بتبقى، كان ممكن ما يكونش في بنزين، كان ممكن ما يكونش في كهرباء، كان ممكن يبقى الغاز في مشكله، ما هو ما حدش بيفكر ان ده كله متوافر. انت ما عندكش عجز في السلع التموينيه، ما كل حاجه متوافره. تقولي السعر زاد شويه سليم، زاد بس كتير. ما معلش، بس هو في بديل تاني، هو عدم تواجد السلع، وده مرينا بيه في فترات قريبه مش بعيده. صحيح، ما كانش بيبقى في بنزين في المحطات، ما كانش بيبقى في سولار، ما كانش بيبقى في كهرباء، الكهرباء بتقطع اغلب اليوم، اغلب اليوم. فاحنا عندنا بدائل نسيناها، بس من 3 4 سنين كانت موجوده ونسين ان كان ما بيبقاش في كهرباء، والواحد بيبقى راجع البيت يقول لك هعرف اطلع بقى السلالم، ولا اللي ساكن في دور عالي ما عارف ان اكيد هيلاقي الكهرباء، وفي ريسك انه يركب الاسانسير وهو طالع تتقطع عليه الكهرباء، ده بيبقى اوحش كمان، نفضل قاعد مرعب. فما حدش واخد باله، لا في امر، السلع متوافره، سعرها زاد، في البرايس وفي الافيلابيليتي، المشكله الاتاحه. لا الاتاحه معالي وزير التموين يتكلم في الكلام ده، السلع متوافره، البنزين متوافر، الغاز متوافر، بس في ناس مش قادره تجيبه، متوافر وموجود، باخد منه كميه اقل من الايه، من الاول، بس موجود. يعني ده اختيار جراحه، ده اختيار جراحه بيترتب عليه بعض المشاكل، اللي هو ممكن اتعافى بعد قد ايه، يعني اقدر اقعد للساعه 12 زي حضرتك كده؟ ما هو بقيت اقعد اهو، يعني فات 3 4 شهور المواطنين بقى يقدروا يكملوها، كل هيصبروا سنه، هيصبروا كل خطه اصلاح بتاخد وقتها خطه الاصلاح بتقعد قد ايه يا فندم؟ خلي ده لما مره نبقى قاعدين كده المجموعه الاقتصاديه كلها او دوله رئيس الوزراء يتكلم بصفه عامه عن الـ عن الـ الـ الخطه بالكامل. انما لازم هيبقى سمعنا سنتين وسمعنا ثلاثه، ما هي مش جيسنج. انا لما قلت لك حاجات هنا بالنسبه للملف بتاعي، طب ما هو انا برضو من الارباح اللي حققتها دي، ما هو جزء منها من برنامج الحكومه كله، ما هو مش انا يعني لوحدي، ما هو برنامج الحكومه كله، وفي بعض القرارات دي استفدت منها، وفي بعض القرارات اضرتني، ما ارتفع عليا الدولار فالغاز ارتفع لانه بيدفع بالدولار، والكهرباء ارتفعت، بتبقى في شركات اتضرت، في ما اتضرتش، مرحلة وبتعد. المهم ازاي نتعامل مع هذه المرحلة، والمدد بقى دي اللي هي حتة سنة بالظبط او سنتين، ما اعتقدش انها في مساء. يعني معالي وزير الكهرباء انا سمعته امبارح بالليل بيتكلم وبيقول قعدنا هيكلة الدعم، بس بدل على 5 سنين بقى على 8 سنين زودناه شوية. طب ما هي دي حاجات بتتغير في النص، يعني تتغير في النص، فما ما نقدرش نقول تاريخ محدد، وبتتعامل مع المتغيرات اللي بتحصل. طيب سؤال الاقتصادي، الناس مش فاهمه فلسفه كل اللي فات ده ما كانش اقتصادي. لا سؤال ليه علاقه بالبنوك. الناس مش فاهمه فكره رفع الفائده والكلام على انها رفع مؤقت، اعمل حسابات ازاي او خطط ازاي؟ يعني استثمر دلوقتي ولا ما استثمرش؟ طب هستثمر، البنوك دلوقتي الاقراض بقى صعب جدا، المؤسسات وشركات الاغذيه بدات تقلل في انتاجها جدا لان الاقبال قل، انت بتقلل التضخم ولا بترفع الاسعار؟ لا بص، خلي السياسه النقديه يتكلم عليها البنك المركزي، ده اختصاصه بالدستور وفي النقاط. بس حضرتك بتفهم في بس انا السياسه النقديه بشكل جيد يعني. لا يعني اشرحها لي بالشكل الايجابي،
لا ما أنا, ما انا لا هشرحها بالايجابي ولا بالسلبي. انا هقول لك بس ان سعر الفائده اداه ان بنمتص بيها السيوله الزائده السوق, فتمتص شويه الطلب الغير مبرر على بعض الايه السلع. احنا حصل عندنا تضخم طبعا جامد ناتج عن حاجتين, عن واحد فيهم اللي هو ارتفاع تكلفه السلع والخدمات. السلع المواد الخام اللي بتخش في المنتج زادت, فلازم طبعنا فلوس طبعنا عملة. لا 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 مفيش طبعات عملة, ولكن في سيولة ناتجة عن تحويل دولار. ناس خدت مصري بيحطوا بيتنافسوا على نفس الحاجة ممكن زاد. الرؤية الأوضح والمؤشرات الأوضح في حتة التضخم وأدوات دي بتبقى عند البنك المركزي. أنا بقول لك أنا مريت بالتجربة دي 3 سنين, وكانت لجنة السياسات النقدية بتعرض علينا كم من المؤشرات غير عادية وأسعار كل السلع والسيولة المتاحة في البنوك وقد إيه إقراض. فالقرار ما بيتخدش بس على 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 حاجة واحدة يعني. فخليها بقى مع البنك المركزي. حاضر هحترم ده. سيادة الوزير الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال نورتني, استمتعت واطمأنيت إن احنا ماشيين في طريق صحيح. مجرد إن يكون لدينا شركات كبرى كانت بتخسر وبقت تكسب, ان الشركات القابضة تبقى مش خسرانة, فيها شركات خسرانة ده شيء كويس قوي. طرح شركات البورصة ده شيء كويس, دماء جديدة داخل قطاع الاعمال ده شيء كويس. فربنا يوفقك وان شاء الله يكون لنا لقاء اخر. وحضرتك بتقول لي احنا 56 شركة بقوا 20 شركة بس. لا نزلوا شوية يعني. 50 شركة يبقوا 20 شركة ان شاء الله. بعد النتائج 30/6 ما تعتمد من الجهاز المركزي للمحاسبات على نهاية 9 ابعت لك التقرير السنوي. حاجة جديدة برضو بنعملها. انا محفظة كبيرة جدا بتعمل لها تقرير سنوي زي وزي اي شركة قبضة كبيرة تحتها استثمارات كتير. وفي كل النتائج بشكل محترف الواحد ياخده ويديه للناس, يبعته بره على سي دي على فلاش, هيبقى الناس عارفة أداء الشركات. يجي لك إن شاء الله بعد 30/9 بعد 3 شهور. بشكر حضرتك جدا. أهلا بشكركم. دي نهاية حلقتنا النهاردة. عايز أقول لكم للأسف إن أهل طرابلس أحرز الهدف الثاني في الزمالك, وأعتقد إن فاضل كده ما يقرب من ربع ساعة من نهاية المباراة. ربنا يستر, ما زال في أمل. مصر بخير طول ما أنتم بخير. تصبحوا على خير.